بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم، والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن فيروس من أخطر الفيروسات اللي ممكن تدمر لنا محصول الخيار بالكامل، سواء كان المحصول ده هو داخل البيوت المحمية أو خارج البيوت المحمية. خطورة الفيروس يا جماعة بتيجي في أول حاجة إن هو يعني بيصيب النبات في أي مرحلة، سواء كان صغير نبات أو كان كبير، ودي في حد ذاتها مشكلة. يعني ملهوش مثلا في الذبابة البيضاء، احنا بنقوله طالما عدينا مرحلة العقد وكده يعني أصبح الأمور سهلة بالنسبة لنا، يعني تمام، اللي هو الفيروس تجاعد أوراق الطماطم الأصفر ده هو بنقول كده. لا، في الخيار لا، المشكلة الفيروس ده هو ان هو بيجي على النبات في اي مرحلة من مراحل النمو بتاعته، طالما اتوجد العائل اللي هو الخيار او الحشائش اللي ممكن يتطفل عليها ايا كان، يعني المهم ان هو بيصيب النبات في كل مراحل النمو بتاعته. الفيروس ده هو اول ما بيجي يا جماعة بيجي بمجرد اولا هو بيجي عن طريق حشرة المن تمام، اللي بتنقله العائل الرئيسي بتاعه هو حشرة المن، تمام. واحد هيسأل سؤال ويقول يا عم الدكتور، حشرة المن دي حشرة كيوت وغلبانة وطيبة وبنلاقيها قاعدة كده وساكتة تمام ما بتتحركش. لا، شوف حضرتك، المن عندك مش المن اللي انت بتشوفه ده اللي هو الكيوت الطيب اللي قاعد في اللي بنشوفه ده، لا، المن انت عندك انواع كتير من المن، في من الـ القطن، في من الزغبي، في المن الزغبي، في الـ 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 المن الخوخ الاخضر، في من الرمان، في انواع كتير من المن. برضو دي مش دي قصتنا، المن يا جماعة ليه دورة حياة. اللي انت بتشوفه ده دي يعني اللي انت بتشوف المن الصغير ده تمام مؤذي وبيمتص العصارة النباتية او كل حاجة، بس الاخطر من المن ده هو المن ده يا جماعة في مراحل حياته الاخيرة بيبقى من مجنح، يعني بيطير عادي، من مجنح بيطير عادي مفيش اي مشكلة، زيه زي الذبابة البيضاء. فالمن المجنح ده بيبقى مشكلة. ليه مشكلة؟ لانه سريع الحركة ومرن وبينقل العصارة من نبات لاخر، فالمن هو المسؤول الاول والاخير عن المرض الكيوكومبر موزايك فيروس، او بيرمزوا له بالرمز السي ام في، السي رمز كلمة الكوكومبر يعني اللي هو الخيار، والام اللي هو الموزايك، والفيروس طبعا الفيروس معروفة تمام، بيرمزوا له بالرمز ده هو تمام. المرض لما بيجي حشرة المن تحط المرض او تحط تحط الفيروس في النبات، بيحصل الاصابة من 7 ل 14 يوم، بيحصل الاصابة من 7 ل 14 يوم تقريبا. الفيروس ده يا جماعة انا بشوفه على الصور اللي انت بتشوفها دي، اعتقد انك انت بتشوفها في الشتاء وبتشوفها في الصيف، بس في الصيف بتكون اكتر تمام. بيتحمل مشكلته درجة الحرارة من 10 ل 60 درجة مئوية، يعني في البرد شغال وفي الصيف برضه في الحرارة العالية شغال، يعني في اوروبا شغال وفي العراق وفي الكويت اللي هم احر بلاد العالم برضه شغال. وافضل فترة بيشتغل فيها درجة الحرارة اللي بتكون من 15 ل 28 درجة مئوية. مشكلة الفيروس بيتطفل على الاوراق الحديثة وبيختزلها وبيخليها يعني تبدأ يحصل فيها تشوهات وتقزم وتجعد الحواف بتاعتها تمام، زي المنظر اللي شايفه حضرتك، وتبص تلاقيه بقى ابتدى يدي ألوان أصفر لأخضر غامق لأخضر فاتح، الورقة كده مبرقشة. ومشكلته مش بيجي على الورقة وبس، لا، بينزل على الثمار وبيبدأ برضو يعمل لها تشوهات وبتصبح ثمار غير يعني ما تنفعش ان هي تتسوى تمام.
طبعا ممكن الخنافس بتنقله، تمام، ولكن العائل اللي هو اللي يعني اللي بينقل الاساسي او الحشره اللي بتنقل الاساسيه هي حشره المن. طيب نكافح ازاي؟ اولا كل الدنيا بحالها او كل العالم بتتحدث عن ان في اصناف، ان كان في الطماطم او في الخيار، بتلاقيها مثلا الاصناف ده هي مقاومه للفيروس ده هو، تمام، وان هو مش من السهل يعني ان الاصناف دي تتصاب. حتى لو فيها اصابه بتلاقي الاصابه يعني محدوده، ما بتكونش بكميات كبيره. اولا تختار الصنف الكويس، والصنف الكويس اللي ثبت ان هو كويس معاك في اي دوله كانت، مش انا اول ما اعرض فيديو وعجبك تقول لي الصنف ايه، الكلمه ديت انا ما بحبهاش. الصنف افضل صنف، الصنف اللي انت زرعه جارك، زرعه مهندس جارك، زرعته في الدوله اللي انت فيها علشان ما تتعبش نفسك كتير، تمام. يعني ركز في الاصناف الموجوده في الدوله بتاعتك، هتلاقي نفسك بتنتخب منهم صنف وصنفين وثلاثه وعشره كويسين ممكن تشتغل بيهم، تمام، ان مش كل صنف بيجود في كل دوله ومش كل صنف متوفر في كل دوله، تمام. يبقى تختار الصنف الكويس اللي هو يعني مضاد للفيروس ده هو، تمام، او لو حصل اصابه بتبقى الاصابه ضعيفه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان تحاول الحشائش ما تكونش موجودة خالص، ان الحشائش دي مأوى للمن، تمام، مأوى للمن، ومش المن بس، وكل الحشرات. فالواجب ان ما يكونش عندك حشائش، نسبة الحشائش تكون زيرو، ودي سهلة جدا يعني، تمام. بعد كده من اول يوم المفروض تكافح حشرة المن، لان انت لو قضيت على حشرة المن وكانتش موجودة يبقى شغلك هيبقى مظبوط خالص خالص خالص. هتكافح حشرة المن بايه؟ في ولا 20 مبيد شغال على حشرة المن، حاجة زي المسبلان شغال، الكونفدور شغال، الافسكت شغال بس ما بنحبش نرشه على القرعيات بالذات، تمام، اللمبادة شغالة، السايبة مسرين، كل الحاجات ده هي شغالة، وخصوصا وفعالة جدا على المن. خد بال حضرتك المن لما بيستفحل يا جماعة للأسف الشديد بيبقى يعني صعب 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 جدا يعني. ده اللي أنا حابب أقوله لكم. مشكلة الفيروس المزيك الخيار ده هو ان هو مش بس على الخيار، لا ده بيصيب الكرفس والسبانخ والطماطم يعني بيصيب بيصيب اعداد كبيرة من النباتات، وللأسف منتشر في كل أنحاء العالم، ولا تسلم أي دولة من إصابتها أو من وجود فيروس مزيك الخيار. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.